أهم الأخبار النهاردة على السوشيال ميديا. الحكومة الإعدام لكل من جلب أو صدر مواد مخدرة ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل. كلوب ردا على اتهامات لصلاح، هل تردون مشاهدة دماء لاحتساب ركلات جزاء؟ الأرصاد تطمئن المواطنين. طقس الويك إند لطيف على كافة أنحاء الجمهورية. 100 مليون نسمة بمصر قبل نهاية العام و200 ألف زيادة في السكان خلال 48 يوم. خبرنا النهاردة المهم من الاقتصاد وهو ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليوصل ل 5.4% ده خلال النص الأول من العام 2018 و2019، وبرضو في بشرة كويسة جدا ان انخفاض معدل البطالة ل 10% خلال نفس الفترة مقارنة ب 11.9%. النادي الأهلي النهاردة ممثل في سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أعلن قيد الثنائي عمرو جمال ورامي ربيعة في قائمة النادي المحلية. الثنائي ما شاركش خالص مع الأهلي طوال السنة دي عشان هم كانوا مقيدين في قائمة الانتظار. المرة دي ممكن الأهلي يلعب معاهم، يقدروا يلعبوا مع الأهلي الفترة الجاية في القائمة المحلية. يتبقى بس مقاعدين القائمة الأفريقية. الأهلي هيحسم بكرة مقاعدين القائمة الأفريقية، ممكن الأقرب صالح جمعة وأحمد الشيخ. بدأت النجمة العالمية جوليا روبرتس باستخدام انستغرام من 7 شهور بس. جوليا اتكلمت عن تجربة استخدامها للانستغرام وقالت إنها مستمتعة بيها جدا، بس هي مش مدمنة للانستغرام زي بقية النجمات. النهاردة كانت محكمة جنايات القاهرة أسدلت الستارة على القضية المعروفة بقضية الرشوة برشوة نائب محافظ الإسكندرية السابق سعاد الخولي، واللي كان تم ضبطها في أواخر شهر نوفمبر الماضي وبتهم التلقي والحصول على رشوة من أصحاب بعض الشركات مقابل عدم إصدار تراخيص بإزالة إحدى الأراضي المخصصة في محافظة الإسكندرية. النهاردة محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما بالسجن لمدة 12 عام للمتهمة وسنة مع إيقاف التنفيذ لها عن قضية الحصول على رشوة، وأيضا تم عزلها من وظيفتها مع إعفاء 5 متهمين آخرين هم الوسطاء والراشين الذين اعترفوا بجريمة الرشوة على المتهمة. أعفتهم المحكمة من العقوبة وأحالت الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة. أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن فحص 15.5 مليون مواطن حتى ظهر الأربعاء اليوم، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية تحت شعار 100 مليون صحة. كمان أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن 80 مليون يورو منحة فرنسية لتطوير تقديم الدعم الفني لإدارة الأسواق في مصر وتطوير المناطق اللوجستية وأسواق الجملة وسلاسل الإنتاج وتدريب الكوادر المصرية. سوبر ستار محمد حمائي هيحلي حفل غنائي ضخم يوم 7 فبراير اللي جاي في نادي الشمس. حمائي هيغني مجموعة من أشهر أغنياته بالإضافة لأغنيات ألبومه الجديد كل يوم من ده. حمائي تعاون في ألبوم كل يوم من ده مع عدد كبير من الشعراء والمغنيين والموزعين من أبرزهم عمرو مصطفى وتميم وأيمن بهجة قمر وأمير طعيمة. طبعا كلنا عارفين ان السجائر العادية ليها العديد من المخاطر منها سرطان الرئة، لكن دلوقتي ظهرت ان السجائر الإلكترونية، وطبعا السجائر الإلكترونية كتير قوي بيعتقد ان هي غير ضارة وان هي الناس بتستخدمها كده تفريحي كده زي ما بيقولوا، بس اكتشفت العلماء النهاردة ان السجائر الإلكترونية دي ممكن ترفع خطر اصابة بأمراض القلب بنسبة 60%، ممكن تسبب السكتة الدماغية بنسبة 71%. فجر الفنان العالمي رامي مالك مفاجأة كبيرة جدا عن الأميرة ديانا. في سؤال اتسأل لرامي مالك في احدى اللقاءات وقالوا له انت ايه اكتر حاجة ادهشتك وانت بتعمل فيلم بتاع بوهيمين رابسودي اللي نجح كتير؟ قال ان وانا بدرس شخصية فريدي ميركري ده كان عازف جيتار، قال ان هو لقى ان هو على علاقة بالاميرة ديانا وكانوا بيخرجوا مع بعض يروحوا ملهى ليلي مخصص للشواذ جنسيا، وفريدي ده كان شاذ جنسيا وكان علشان يخرج مع الأميرة ديانا في الملهى ده كان بيلبسها لبس عسكري ونضارة سودة عشان تقدر تسهر معاه من غير ما أي حد يتعرف إن هي الأميرة. النهاردة مجلس الأمة الكويتي البرلمان الكويتي أعلن موافقته على خلو مقعدي النائبين الإخوانيين جمعة الحربش ووليد الطبائي تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في البلاد. كانت المحكمة الدستورية العليا كانت أصدرت في 19 ديسمبر الماضي حكم قضائي ببطلان المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي البرلمان الكويتي، ما يترتب عليه إسقاط عضوية النائبين الإخوانيين وليد الطبائي وجمعان الحربش.
يعني في كان في نوفمبر الماضي صادر حكم بحبس كل من وليد الطبطبائي والحربش 3 سنوات و6 أشهر في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام مجلس الأمة الكويتي، إلا أن البرلمان صوت في أكتوبر الماضي لصالح احتفاظهما بعضويتهم. قضية المعروفة باقتحام مجلس الأمة الكويتي تعود لنوفمبر 2011 حين اقتحم نواب وعدد من المتظاهرين مجلس الأمة الكويتي ودخلوا قاعة رئيسية مطالبين باستقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح. بعد ما أطلقت من سنتين تقريبا دولة الإمارات وزارة تحت عنوان وزارة السعادة لإسعاد المواطنين، قررت السعودية مؤخرا أنها تطلق نفس الوزارة، وعشان كده سألنا سؤال في اليوم السابع للناس، لو بقى في وزارة سعادة في مصر مين هيكون رئيسها؟ جت طبعا الأغلبية العظمى في صالح النجم عادل إمام، من بعده محمد صبحي، إسعاد يونس وأحمد حلمي. يا ترى نفسكم في وزارة سعادة؟